شربت من مياه دجلة والفرات من خصال بلاد الرافدين ولم ترتوي، وأمسكت جذوة الفن من النصف فسال إبداعها في قطع في منحوتات ورسوم، وشدت الرباط بين مبدعي الوطن، مبدعي العراق المتناثرين في الغربة، الذين يقطرون فناً ويسيلون طاقات. هي المرأة العراقية التي تمنت أن تكون القطرة التي تشكل النهر الجارف الهادر الخصيب. حديث آخر مع الفنانة التشكيلية العراقية ميسلون فرج. أصدقائي المشاهدين، مساء الخير. ميسلون فرج، مساء الخير. مساء الخير، يسعدني أن استقبلك، أني حاورك. النجاحات الكبرى تبدأ بأمنية، بحلم، بسعي، وأنت سعيتي، حلمتي، آمنتي وتمنيتي أن تكوني قطرة الماء يلي بتكون قطرة قطرة الأنهار وتفجر الينابيع والطاقات. ومن يراجع أرشيفك وإنجازاتك يشعر بتراكم تلك القطرات. هل اكتفيتي؟ هل اكتفيت؟ لا، لم أكتفي. سعيدة باللي حققته إلى حد الآن، بس ما في عطاء بعد أكثر عندي طاقة. أريد أنجز بعد إنجازات، ما خلص وقتي يعني، فبعدني على هذا الخط. هل أنت واقعية في التكتيك والاستراتيجية أو المنهجية، أم تغلب فيك العاطفة فتنجرفين في الحلم ولا تعود قدمك على أرض الواقع؟ أنا أحلم، بس بنفس الوقت أخطط وعندي استراتيجية، ويمكن دراستي للهندسة المعمارية أثرت بعض الشيء في هذا الشيء. فلا يعني هو مو بس حلم، حلم إذا ما أقدر أحققه ما أحلمه. الإبداع يحتاج إلى خلق وابتكار، أما العطاء فيحتاج إلى خيار وقدرة. أنت أبدعتي وأعطيت الفرصة للآخرين من مبدعين ليكسروا العزلة والأحلام المهمشة وينطلقوا باسم العراق إلى الضوء. وما فعلته بشكلي يدفعنا إلى السؤال، هل العطاء في ذاته نوع من الإبداع؟ العطاء في ذاته نوع من الإبداع، أكيد هو الخط اللي مشيت به كله. مع أنه يعني بالنسبة للمشروع مال Strokes of Genius أو لمسات من العبقرية، مع أنه كان يعني شيء جديد علي، لأنه أنا فنانة أصلاً أرسم وأنحت، ولكن حبي للوطن واللي شفته دي يصير بالأخص بعد حرب الخليج، وبالذات بعد فرض الحصار على العراق وتشتت، شفت هجرة عراقيين كبيرة من مختلف الخلفيات ومنهم الفنان والمثقف. فهذا الشيء كان يحس في نفسي. قررت منتصف التسعينات بالضبط ذاك الوقت أن أقوم بمشروع يهدف إلى أولاً جمع الطاقات الإبداعية لفنانين وادي الرافدين، وثم إبرازها على نطاق عالمي لأن هي تستحق ذلك. فيعني حتى بالبداية ما كنت أعرف أطبع، علاقاتي مع الفنانين كانت من خلال المعارض، ويعني أعتبر أنا أنه خارج قوس، لأنه ما درست في معهد الفنون أو أكاديمية الفنون، درست الهندسة المعمارية. أنت دخيلة؟ دخيلة يعني من الخوارج؟ أي أي إلى حد ما دخيلة، أي إلى حد ما. فيعني كل هذا شيء جديد، بس الاندفاع اللي كان عندي واللي من حب الوطن مثل ما قلت لك، حبيت من منطلقي طبعا كفنانة، من زاويتي كفنانة أسوي هاللي أقدر بلم الشمل، فانطلق هذا المشروع واعتبرته، لأنه هواية أخذ من وقتي كفنانة كرسم ونحت، بس اعتبرته
وهو بالفعل فعلا كان قضية إبداعية، يعني كل خطوة بي هي إبداع. بريطانيا كانت هي الوطن، ما الحقول البديل، لكن الوطن اللي تبناك. هل تصح للأوطان المقولة الإنسانية الاجتماعية ليس من خلفها بل من ربها؟ شوف، أني ولدت خارج العراق وعشت سنين بعيد عن الوطن ولا زلت عايشة، ولكن جذوري عميقة على مد تاريخ بلاد وادي الرافدين، ودمي مروي بمي دجلة والفرات. فوين ما تروح بالأخص أنا يمكن كعراقية، جذور فعلا عندنا تاريخ عميق، وأحس أني من هالأرض وجذوري على مد هذا التاريخ. فوين ما تروح جذورك وياك، وصعب تنبت بمكان آخر، مع أنه أنا ولادتي خارج الوطن مثل ما قلت لك، واللغة الأولية هي اللغة الإنجليزية. بس بين قوسين أنا أنحني أمامك هذه الليلة، لأنك يعني أصريت أن تكون هذه المقابلة باللغة العربية، وقلت لي قبل المباشرة في تصوير هذه الحلقة أنني لا أود أن أنطق أو ألفظ أو أتفوه بكلمة أجنبية واحدة، حتى لا أريد أن أقول كلمة أوكي، أريد أن تكون كل عبارات هذه المقابلة باللغة العربية. وما نشهده الليلة وما نستمع إليه يحتم علينا أن ننحني أمامك ونقول لك برافو وشكرا. شكرا شكرا. الغربة جرح نازف، والوطن حلم دائم، والأسرة انتماء أول وملاذ أخير. تقرير من البدايات. ولدت في 21 من أبريل عام 1955 في إحدى مستشفيات لوس أنجلوس من والدين شابين من كربلاء، هما إبراهيم وفاطمة، كبرا معها وأنجبا بعدها ثلاثة. وقعت في غرام الرسم والنحت منذ طفولتها، وبرعت في صناعة شيء من لا شيء، وشيئا فشيء كسرت قاعدة وشكلت منهجية، فحفظت أبيات شعر على طريقتها عبر إشارات رسمتها، وابتكرت قطعا فنية بخاصية فريدة ذيلت باسمها. كبرت بين نيويورك وباريس ولندن والعراق، ودرست ما تحب، الهندسة المعمارية في جامعة بغداد، ونالت فيها شهادة. تعلمت كل قوانين اللعبة التشكيلية، لكنها اختارت أن تتعامل رسما ونحتا مع لغة الإشارة، وعبرت بانسياب شديد عبر الفن إلى العراق، باحثة عن فنانين عراقيين رماهم القدر في كل مكان خارج الوطن، جامعة ما تمكنت منهم في مشروع واحد سمته لمسات من العبقرية. Mason Loon, I came to know first as an artist and then as a gallerist, and of course we collaborated on a few interesting projects, and I have to say that I was drawn to her work from the beginning, even though we didn't really know each other much, and the way she's able to convey ideas with simplicity and with her technical command, if you like, of different materials, she was able to convey the depth of her feeling for Iraq and what was happening to Iraq in a way that was, I think, very widely understood by people of different backgrounds. They could see in it the pain and the suffering. أنشأت أول موقع إلكتروني في اللغة الإنجليزية خاصا بالفنانين العراقيين المعاصرين، وأسست عام 2002 آيا جاليري في لندن، وهو المعرض الدائم الأول للترويج لفنون جميلة مذيلة بعبارة فنون عراقية. شاركت في الكثير من المعارض الجماعية والفردية، وأسست أول معرض جوال
تنقل بين جامعات أمريكية وإنجليزية عدة على مدى 3 أعوام. إنها في اختصار فنانة سعت إلى البحث عن الجمال في كل شيء، قاهرة القبح ومتمردة على الغربة ومتجاوزة الجغرافيا بيدين جبلتا طين ونحتتا صخر ورسمتا بريشة كل الألوان. ميسالون اسم يذكرنا بمحطة استثنائية، يذكرنا بمدينة دخلت التاريخ تحت اسم معركة ميسالون، وارتبطت بها سمات العزة والتحدي والقوة. كم تشبهين ميسالون تلك؟ أشبه ميسالون تلك إلى أبعد الحدود. والدي سماني ميسالون لهذا السبب بالذات، رمز النضال من أجل الحق. ومع أنه هي مدينة ميسالون كانت صغيرة، ويوسف العظمى اللي قادها ضد الفرنسيين، بس يعني بكل قوة مع أنه هم صغار تصدوا ووقفوا من أجل كلمة حق. فيعني أنا مسيرتي حبي للعراق اللي يدفعني أسوي كل اللي دا أسويه، وهو نضال مو شيء سهل أنه تحاول تلم شمل عراقيين منتشرين في أبعد حدود العالم. يعني تراسلت مع فنانين في اليابان وفي نيوزيلندا وفي جميع أنحاء أمريكا وأوروبا. فمو سهل تلم هالشتات هذا تحت سقف وتبرزه على شكل مستوى لائق عالميا، اللي استحوذ إعجاب متاحف عالمية، دخلت كثير من أعمال الفنانين متاحف من وراء، يعني كان خطوة جيدة لهذا المسار، واستحوذت أيضا اهتمام دور المزاد العالمية. فمو شيء سهل ويراد لنضال، وبالأخص أنا خارج قوس مثل ما قلت من البداية، يعني اعتبر أنه مدرسة ويا الفنانين اللي تخرجوا، بس قدرت أنجز هذا الشيء بالمثابرة والإصرار والصلابة والنضال. والنضال. اسمك الثلاثي سوزن ميسالون أمال. سوزن تيمنا بالنجم الأمريكي سوزن هوارد يلي عشقتها الوالدة، ميسالون تيمنا طبعا بالمعركة الشهيرة، وأمال رمزا للأمل. هل هذا الاسم الثلاثي على بعد حملك مسؤولية أكبر؟ يعني كل ما مشينا بالحياة، كل ما أنظر أعكس على الشيء اللي دا أمشي به، وأتصور الأسماء اللي يطلقوها الآباء على الأبناء إلها تأثير، سواء هم كانوا بهالنية أو مو بنية. ولو أنا أعتبر كل شيء يصير يعني أكو شيء وراء ما يصير اعتباطي. فمو مسألة تحملني مسؤولية، بس أحس هو أني هالشخص هو هالأسماء هاي. والدتي سمتني سوزن لأنه هم كانوا شباب طلعوا من العراق وراحوا الهوليوود. والدي درس مثل ما تعرف بجامعة USC بكاليفورنيا الهندسة الميكانيكية، والدتي درست فاشن ديزاين وتصميم داخلي، وكانت معجبة يعني بنص هوليوود عايشة، فأكيد راح يستحوذ إعجابها أحد الممثلات، وسوزن هذا ما حصل. أي فيعني أكو شوية من هالجزء، أكو شوية من نبي، وبنفس الوقت آمال، لأنه كلهم كانوا أمل للمستقبل بالخمسينات هذا، وفد حركة أكو السياسة دا تتغير والدراسة، ويعني إذن أمال نضال وجمال اجتمع في إنسان واحد يلي هي أنت. دخلت أرض العراق عراقك لأول مرة في عمر
الثالثة عشرة، هل تتذكرين شعور تلك اللحظة؟ أتذكر شعور تلك اللحظة، هو أجمل شعور. يعني من طلعنا من الولايات المتحدة كنت متشوقة، وأني استوني يعني مراهقة، هسه دا أبدي سن المراهقة. ف يعني بغداد كانت جمال في جمال وإحساس وحب، وش أقدر أوصف لك؟ كل ذكرياتي بالعراق جميلة، ولحظة دخولنا العراق حسيت أنه أنا بين أهلي، أنا أنتمي، هنا مكاني مو أمريكا، فشعور جميل. هل السنوات الطويلة اللي أمضيتيها بالخارج جعلت هذا الشعور يتبخر ويضمحل مع الوقت؟ هذا الشعور بالغربة ترسخ أكثر وأكثر وأكثر، فصرت يعني أنظر فعلا إلى الجذور. يعني إذا كنا بالعراق يمكن ننظر إلى الخارج، بس من طلعت برا قمت أشوف، أريد أرجع لأهلي، أريد أعرف أهلي، أريد أعرف تاريخي أكثر، فترسخ هذا الشعور وأدى إلى مشروع كهذا. أول مرة زرتي فيها العراق كنا بالعام 1968، وآخر مرة كنت فيها في العراق في العام 1989، وتنقلتي قبل وبعد وبين وبين بين باريس ولندن والولايات المتحدة الأمريكية. حياة ليست سهلة أبدا لطفلة، وحياة قاسية عادة على امرأة. ماذا كان أقصى ما فيها ميسرون فرج؟ الحياة مثل ما تقول هي قاسية، لأن هي هاي الحياة تمتحنك على طول الخط، أنت امتحان وراء امتحان، بس وين ما تروح وشنو ما الظروف أنت لازم تتعامل وياها. تسألني شنو أقصى ظروف؟ يمكن أقصى ظروف من طلعنا من العراق، لأنه ظليت مع أنه أنا والدة خارج العراق وعايشة هناك وأهلي كانوا عايشين واللغة ما عندي مشكلة بيها، بس أتذكر وتعذرني لأن أصير أنفعل بهيجي موقف، بس لمدة مع أنه زوجي وكل شي دار مداري اللي مثل ما يعني ترتاح النفس من كل ناحية، بس هذا الشعور انهم فصلت عن العراق مثل دي يقصون الامبيليكال كورد مال الطفل، ظليت سنتين ابكي، اني يومية ابكي، مع انه اني شخص كلش متفائل وانظر الى الاناء نص مليان، بس هالسنتين كانت صعبة جدا اللي طلعنا بيها بداية سنة 1982. بعدين بال 84 صار شغل زوجي، رحنا لفرنسا، عشت بفرنسا فترة، واللي يشوف الموت يرضى بالسخونة، آمين هذا المثل، مع كل الجمال، مع كل الجمال يعني ظليت أني حزينة على فراق العراق. بس ورحنا فعلا بال 89 رجعنا، لانه قررنا قلنا خلاص الاولاد يمكن في عمر نقدر ممكن يتاقلمون من جديد، وبل كان الوضع احسن، وبل كان شلنا وعزلنا ورجعنا ارتاحينا، بس شاءت الظروف ان صارت حرب الخليج، طلعنا من جديد وخلاص امنت بالواقع وصارت انجلترا بلدي يعني الثاني. الإبداع يحتاج إلى خلق وابتكار، والعطاء يحتاج إلى خيار وقرار وقدرة. أنت أبدعتي وأعطيت الفرصة إلى مبدعين ليكسروا العزلة والأحلام المهمشة وينطلقوا مجدداً باسم العراق إلى الضوء. وما فعلته بشكليه يدفعنا إلى السؤال، هل العطاء في حد ذاته نوع من الإبداع؟ سيرة حياة الإنسان هي تؤدي إلى ما هو فيه، فأكيد كل اللي مريت به الحلو، لأن هواية حلو والصعب
والمر كله يؤدي إلى الشخص اللي أنت. ويعني لو أريد أختار حياتي بطريقة، لو عندي إمكانية أختار حياتي بطريقة أخرى ما أختارها غير هالشكل هذا، لأن استفاديت فعلا من الثقافات، خلينا نقول الاثنين، الثقافة الغربية والشرقية، استفاديت منها وطلعت باللي طلعت به. كل شيء اللي أسويه، كل اللي يطلع من إيدي هو نتيجة ازدواج أو انزواج هذه الثقافات، وأشعر نفسي قوية بهالشيء. يعني اللغة الإنجليزية اللي مكنتني أنه أعمل كتاب فرض نفسي على مستوى عالمي، ليس فقط للقارئ العربي، بس ناس ما شايفة ما تعرف أي شيء عن العراق عرفته من خلال هذا المشروع. وطبعا تاريخ، أحس أني غنية غنية من كل ناحية من تاريخي، مهد الحضارة العراق. أنا I'm proud. فخورة جدا أنه أنا من هذا البلد. وطبعا والدي ووالدتي تربيتهم بينا، هذا كله أدى اللي أداه. على سيرة الوالد والوالدة، يلي بيتابع سيرتك يلحظ إلى أي درجة هنالك عمق في العلاقة بينك وبينهم، فهن عجنوك وأخذت عن الأب الحكمة والطموح والمسؤولية والالتزام، وطبعت من الأم بالصبر والمرونة بنفس الوقت. ماذا تمنيت في مراحل مختلفة من حياتك لو لم ترثيه عنهما؟ أو هل هنالك سمة معينة تمنيت لو لم ترثيه عنهما؟ لو لم أرثها عنهما، ليست هناك أي سمة أتمنى أنه لم أرثها منهم، لأن كل شيء اللي انطونا إياه هو أغنانة من كل ناحية. إذا الحب للعلم والمعرفة والحب، حب الآخر، احترام الآخر، احترام كل شيء. لكن بالحياة في سمات إيجابية تنهك وتضعف الإنسان، هل هناك سمة إيجابية في حياتك ورستية عن الأهل تعبتك؟ يمكن الحريصة، أنا كلش حريصة زايد. يعني زوجي يسميني أم الفارزة والنقطة، يعني كل شيء لازم أدقق به فرد مليون مرة، تدقيق هذا يتعب، متعبني جدا، تعبني هالشيء. أي وأقلق، يعني عندي قلق مستمر، وهذا يمكن هم ورثت عن والدتي، قلق، هي قلقة وأنا قلقة. هذه شغلة يعني كنت أتمنى ما عندي هالشيء، بس يمكن also كذلك هذا يؤدي إلى القلق، ده يؤدي إلى إبداع. الوالد كان ناشط سياسي ناصري بالتحديد، يؤيد الحزب القومي العربي، هل عزز فيك هذا نزعة سياسية اعتراضية؟ مثل ما قلت لك، كل شيء اللي تعلمناه من الوالدان أثر بينا بشكل جذري، والنتيجة مثلا مثل هذا المشروع، وإن شاء الله غير مشاريع راح تجي، هي كلها تصب بالنضال وبال، يعني أنا حز بقلبي الشيء اللي دا يصير بالعالم العربي، وشيء اللي دا يصير بفلسطين والعراق ومصر وسوريا الآن، هذا كله طبعا تأثير الوالد كان فتح عنا. يعني احنا صغار شباب من رحنا للعراق، يعني بعدنا ما فاتحين عنا على الدنيا، بس نسمع الوالد فامتلك هيك شعور التمرد. يمكن مو بس التمرد، أريد يعني أحاول من منطلقي كنقطة أجد حل بطريقة إبداعية، مو الحل مو بالقنابل والضرب والقتل وسفك الدماء، الحل بالإبداع. فأني هذا من منطلقي، يعني أخذت هالشي من الوالد. والد كان جدا مسالم، فهذا اللي طلعته.
لابد أن تكوني قد راقبتي العراق طوال العمر بين حكم البعث فيه والحروب المتتالية وزمن الاحتلال فيه وخيبات الزمان ومشاهد الدم الغزيرة والانقسامات المتتالية، فهل الجرح النازف هذا يقوي الإيمان بالشيء بالوطن أم على العكس يسهل من حالات الابتعاد عن الشيء عن الحالة عن الوطن؟ هي القضية معقدة ومو أبيض وأسود، يعني ممكن إنه واحد من دي يشوف هالسفك الدماء تجي لحظات ممكن تفقد بيها الأمل، بس بنفس الوقت أكو نقاط مضيئة. يعني أنا زوجي هسه بالعراق يقول ما أغسل إيدي من الوطن، لأن إذا إحنا مو على إيدنا نبني، وهو مهندس معماري، لازم نخلي إيدنا ونبني. سفك الدماء هذا الشيء كلش يعني مؤلم وما إلى داعي، ما راح يحل مشكلة، بس يعني الأمل يظل موجود، وواحد يسعى أنه يتمنى كل عراقي يشوف خير بلده، لأن إلى حد الآن العراقي ما شاف خير بلده على مر العهود من قبل البعث إلى الاحتلال، وهسه يعني تراكمات، فيراد لها وقت، يراد وقت عن ما تتغربل. بس خلي ننطي مجال انه يلتئم الجرح، وكافي سفك دماء، وخلينا نشوف دربنا. العراق ترى بلد خير، مليان خير، اذا من النفط فطايف على نفط، واذا من شمالنا الجميل الى جنوبنا والاهوار الى الارض معطاءة، نهرين، بلد ما بين النهرين، اكو نهرين، يعني بلد ثري. وهذه الكتل ومكتول هي خطة يعني نريد نصحى عنها ونلأم هالجراح هذه ونمشي للأمام. وإش قد ما أكو نقاط أقول راح أفقد الأمل، بس لا العراق بخير، ونتأمل إنه يصير قائد مرة أخرى. قال جورج برنارد شو إنك تستخدم المرآة للنظر إلى وجهك وتستعمل الفن لرؤية نفسك، وهذا ما فعلته، بحثت عن نفسها من خلال الفن فوجدت كيف مجالت وصالت عراقا يخفق. استراحة ونعود. بعد هذا الفاصل نعود أصدقائي المشاهدين إلى متابعة حديثنا مع ضيفتنا ميسلون فرج. نستقبل رسائلكم عبر موقعنا الإلكتروني وعبر موقعي التويتر والفيسبوك حسب العناوين المدونة أمامكم على أسفل هذه الشاشة. ميسلون فرج تغلب الأنا على معظم الفنانين وأعمالهم، أما أنت فنشعر أنك تجاوزت الأنا في دواخلك وبحثت عن الجماعة، عن الفنانين العراقيين المعاصرين. هل في هذا نوع من التعالي؟ مثل ما قلت، قد يعتبر من قبل البعض أنه تعالي بي، ولكن هو مشروع صميمي وبالنسبة لي مهم وضروري كان، ورد فعل على ماذا يصير بالعراق من هجرة عراقيين خارج البلد وتشتتهم في مختلف أنحاء العالم. حسيت مسؤولية، هي مسؤولية كبيرة، أدري شلت مسؤولية كبيرة على راسي، وبالأخص ما كان أحد غيري دي يسوي هيك شيء، دولة، غياب دولة، وأنا ما كنت أريد دولة تدخل بهيك مشروع، ردت مشروع فني بحت. فهو شعور بالمسؤولية ورد فعل كإنسانة لماذا يصير في بلدي،
لا أكثر ولا أقل، وإيماني بالفن العراقي. ليش دي تشتت؟ بعد ما إحنا كنا رواد بالعراق، عندنا أحسن فنانين وأكبر مدارس عريقة، هسه يلا دا تصير بغير بلدان. زين إحنا هيجي صفة بينا الدهر، فهذا الشيء مؤلم كان ويحز ويشغل تفكيري واهتمامي ليلا ونهارا. فقررت، ما أعرف شلون، قررت أنه أقوم بعمل يهدف إلى لم الشمل. ومثل ما قلت قد يكون هذا من منطلقي كأم، أريد دائما ألم الشمل، أحس فرد قوة تدفعني أنه أسوي هالشيء. معارض جماعية، معارض فردية، جاليري يحمل اسم آية، موقع إلكتروني وكتاب جمعت فيه ما تيسر جمعه وعلى شأنه من الفن العراقي، أعمال من حيث الشكل تستحق طبعا الانحناء. ماذا عن الغاية الأبعد، الغاية الشخصية؟ الغاية لم تكن شخصية في أي لحظة من اللحظات، الغاية كانت إيمان قاطع بالفن العراقي المعاصر، يعني فقط لأنه غير. فقط لا غير، إيمان قاطع بفنه وألم وحزن على ما يحدث، هذا هو كان الغرض. ولمدة 15 سنة، يعني 6 سنين الأولى اللي أخرجنا بها الكتاب بعد جهد جهيد، ويعني وأخص بالذكر الدكتورة أولريكا الخميس اللي هي كانت مديرة منسقة معارض في متاحف أدنبرا وغلاسكو في سكوتلند، والفنان الزميل القدير رشاد سليم من عائلة سليم الغنية عن التعريف، يعني من جدة الحاج محمد سليم إلى جواد سليم اللي هو عمه، اللي يعتبر الأب الروحي لحركة الفن التشكيلية العراقية، والدة نزار، عمته نزيهة سعاد، من عائلة فنية عريقة، وهو علمه وفهمه وعلاقاته مع الفنانين، ويعني قدموا هذولا بإخلاص، شاركوني الرؤية وآمنوا بالهدف وقدموا بدون مقابل، يعني وياي واكبين السيرة هال6 سنين بدون مقابل، فقط من أجل حب العراق. وأولريكا على فكرة زوجها عراقي، ومن حبها لزوجها وأهل زوجها وطبعا باختصاصها وعلمها دخلت بالموضوع بدون مقابل. وبعدين عندنا الدكتورة هناء مال الله، كانت في حينها في بغداد، وكانت أصبحت حلقة وصل بيننا وفنانين الداخل، لأن كنت كلش مهم بالنسبة لي أنه الفنانين العراقيين أينما كانوا من ضمنها وعلى رأسها بالعراق بالداخل. بوقتها كان كلش صعب العلاقات، صعب نطلع شغل من العراق، بس من أكو إرادة يصير. صادق الفراجي اللي صمم الكتاب، وبعض الآخرين اللي ساندوا المشروع بإيمانهم بي، وبدون مقابل سوى حب العراق. جواد سليم لم يكن إنسان عادي في حياتك أو عابر سبيل، هذا الفنان الكبير الذي نحت تمثال الحرية في ساحة بغداد كوفئ على هذا العمل ب3000 دينار عراقي فقط لا غير، وقد قبل بهذا المبلغ إيمانا منه بأن أعمال الفنان هي من تخلد الفنان، وليس أجل الفنان الباهظ هو الذي يجعل منه فنانا كبيرا. كيف تعلقين؟ أتصور الفن في ذروة الفن، جودة الفن، يعني الفن الجيد في ذروته، هو ثورة فكرية ويعني حافز ليرتقي بالإنسان بأسمى معاني الإنسانية، هو الإنسانية. فأكيد الفن هو تروح تجي وتروح دول وحكومات، بس اللي يبقى من الحضارة، من شلون تعرف أنت تاريخ من خلال الفنون. فأهمية الفن جدا مهمة، يعني احنا ما عندنا كهرباء وما عندنا ماي وكل الخدمات مطلوبة، بس الفن فيه هذا
لأن دائما أسأل نفسي يعني ضمن إطار القنابل والمفخخات والتفجيرات والقتل والدمايات وين الفن؟ يعني الفن شنو مكانته؟ بس مكانته جدا هسه هي المهمة، لأن هذه اللمسة البشرية هي مثل تحدي، أنا موجود ودا أخلق وأكو مستقبل وأكو باكر وأكو خير من خلال الفن. فأكيد جواد سليم فنان عظيم عبقري طبعا، بالنسبة له لو مناطيلة ولا فلس كان يسويها ويسويها بدمه، وفعلا بدمه، لأن هو مات توفى وبعد ما مخلص النصب الحرية النصب وكملت زوجته وبوقتها المهندس المعماري والفنانين يعني وقفوا لزمون. على ذكر الفن والفنانين والقطع الفنية، هنالك قطعة فنية تأبين التنازل عنها ولو لقاء مبالغ الدنيا كلها، هي كناية عن وعاء من السيراميك عليه كتابات مباركة تجمعين فيها مستلزمات الصلاة. هل هنالك قطعا فنية تكون أقرب معنويا إلى الفنان من قطع أخرى؟ بالنسبة لي هذا هو الأمر، هذا هو إناء بسيط جميل، بس أشعر به أو أخلي به كل القضايا اللي مال صلاة اللي أستعملها، يعني الشادر، التربة، سبحة، شنو أشياء تخص الصلاة، غطع الرأس بهذا الإناء بوتس اوف بركة، لو ينطوني بيها شقد كنوز الدنيا ما أبيعها، لأن هذا الشعرة هو فد شعور داخلي مسميتها بوتس اوف بركة، إناء البركة، أشعر أنه يطلع منه بركة، أشعر منه أكو نور ومنور بيتنا، وين ما انتقلنا هو أول شغلة تنقل هو هذا البوت وبقضايا الصلاة. فهاي القطعة كلش قريبة لقلبي لهذه الأسباب، لأن يعني أحس بها نور وروحانية. مسالون فرج، تستخدمين عدة الهندسة المعمارية أي الأشكال الهندسية المختلفة في الكثير من أعمالك، فنرى في شكل الدائرة في العين وقطرات الدماء والقمر وقرص الشمس وشكل المعين أي الشكل الرباعي الأضلاع في رسم الطائرة الورقية والنخلة والطفل. نعرف أن الفن يسمح للمهندس المعماري أن ينحو في مخيلته إلى أشكال هندسية تبهر خارج الزمان والواقع. ماذا يتيح لك في المقابل استخدام أشكال الهندسة المعمارية في تشكيل لوحة فنان؟ شوف أنا تخرجت مهندسة معمارية وبدرجة جيد ونلت شهادة البكالوريوس، ولكن كان ولعي وميولي من البداية اتجاه فني، فصرت بالتالي أنحت وأرسم لي وأعبر عن ما في قلبي، واللي بقلبي هو العراق، فكل شيء اللي يطلع وتأثير أكو طبعا تأثير المعماري، 5 سنين درست، بس ما شعرت أنه بعيدة أني عن العمارة، لأن زوجي مهندس معماري وهو يعني الحقيقة خلي أقولها زوجي لو ما شريك حياتي علي كل هذا هم ممكن ما يصير، لأن هو سندي، يعني هو اللي فتح عيني على الفنانين العراقيين، عرفني عليهم من خلال أعماله، كان بالسبعينات يصمم بنايات وعلاقته كبيرة مع فنانين ذاك الجيل، فهو فنان قلبا وشكلا وسندي بالحياة وبالعمل. شو يعني شكلا؟ يعني فنان جميل، يعني يحب الجمال وعنده حساسية وعنده فرد sensibilities إحساس إيه، فهو اللي مثل ما قلت لك فتح عيني وعرفني على الفن العراقي والفنانين العراقيين، فإلى يعني هو سندي بهذا المشروع وبحياتي وبأعمالي كلها. هو الصخرة التي ترتكزين عليها. إيه سند في كل لوح حياتك. إيه يعني والدي كان سند كبير لنا إلى آخر لحظة،
من عمره الله يرحمه، وزوجي كان سند لي تكملة لهذا. فأني محظوظة الحمد لله والشكر عندي هيجي ناس، مو بس هو الجهد والتعب بس عندك من يسندك، إحاطة ورعاية ورعاية فعلية ومعنوية وكل هذه. مثلون فرج المرأة العراقية في أعمالك غالبا ما معذبة، لكن ثمت دائما في منجزاتك بصيص أمل في النهاية، في نهاية كل عاصفة هوجاء. هل تتوقعين أن يأتي يوم ما، يوم قريب ترين فيه في تلك المرأة ما يرسم بألوان زاهية، ألوان لا تغلب عليها الرمادية؟ أنا قدمت معرض تحية للمرأة العراقية، تحية على كل الظروف القاهرة اللي مرت بيها، فسميت كل لوحة وطبعا رسمت بيها بصورة تجريدية النخلة العراقية، لأن النخلة العراقية هي شاهد عيان على كل ما تشوف. يعني ما يطلع خبر إخباري بالتلفزيون إذا ما تشوف النخلة واقفة، يا أما ظهر يعني بالخلفية أو وراء حائط. نخلة العراقية موجودة امتربة وتعبانة وهلكانة وما يعني باقي بها قليل، بس هي موجودة. وأحس هذه المرة العراقية مثل النخلة، صامدة واقفة راسخة شامخة، بس شامخة وتعبانة، تعبانة هي بس شامخة وموجودة وترعى اللي دار مدايرها بالضمن هالظروف هاي. فسميت كل لوحة، نطيت لها اسم مرأة عراقية، طاهرة، زينب، فاطمة، منيرة، تحية إلها. وطبعا أم علي وأم عباس وأم حسين وأم فاطمة وأم زهرة. فالألوان اللي استعملها هي الحقيقة يعني أرسم مو بس باللون، أرسم بروحي أني. فالألوان هي بها أمل، يعني شقد ما تشعر بها حزن، لأن هذا وضع المرأة العراقية حزين هسه حاليا، بس هو أكو أمل، أمل للمستقبل. أكو طيارات تنطير، طيارة طفل، هالإنسنس هالبراءة، أكو فرد إن شاء الله مستقبل. طبعا نحلم احنا بمستقبل، لانه كل شيء موجود بالعراق يساعد على مستقبل باهر، بس يبقى عد شويه نكف. هذه النخله يلي عم بتصوريها، وهي طبعا جباره من رغم من كل حالات الاسى والعذاب يلي هي شاهده عليها ويلي عم بتعيشها كامراه، طبعا رمزيا عم نحكي، صورتيها عم تبكي. هل تذرفين بصدق الدمع حزنا على ما ترسمين؟ أكيد بصدق، بس أنا مثل ما قلت لك أرى الإناء نص مليان، فقلب حزين على الشيء بده يصير، بس لازم واحد يسوي هل يقدر عليه. أنا خمو رئيس وزراء ولا وزير ولا أني فرد من هالمجتمع، امرأة عراقية وكل حب للوطن وولاء، فهل اللي أقدر من منطلقي سوى أنه رسمت لوحة صغيرة، هذه تعبير ومناشدة وشون تكاتف ويا المرأة العراقية اللي بالعراق، اللي هم خالتي، خالاتي هناك، قرايبي، كل العراق يصير أهلي، فأشعر طبعا صدق أكيد. خالاتك عم يتابعوك الليلة، فيك تبعتي لهم رسالة سلام كلمة؟ تفضلي الكاميرا أمامك. أبعث سلام لخالاتي والأهل العراق اللي كلهم أعتبرهم خالاتي وخوالي. نتمنى يجي يوم قريب إن شاء الله
اللي كل عراقي يشوف به خير بلده، وكل شيء اللي سويناه احنا بالخارج نرجع للعراق ونحتفل به ونتمتع بهذا البلد الخير ان شاء الله. وسلام يا خالاتي. مساء المفرج، استراحة قصيرة ونعود من بعدها لمتابعة هذا الحديث الشيق والمختلف. ابقوا معنا أصدقائي المشاهدين. بعد هذا البريك نعود إلى حديث آخر وضيفتنا ميسالون فرج. للتواصل معنا أصدقائي المشاهدين نستقبل آراءكم عبر موقعنا الإلكتروني وعبر موقعي الفيسبوك وتويتر حسب العناوين الموجودة أمامكم. كان شابا وسيما يدرس الهندسة المعمارية ثم أستاذا، فسرق قلبها وعقلها وأسره وسكن معا في قفص ذهبي. تقرير. هو علي الموسوي يدا بيد أسسا وبشغف يتابعان في مؤسستي الفن والعمر. أنجبا ثلاثة أولاد، هما أمير وهو مهندس معماري. Both my parents are architects. My mother, you know, went on to become an artist. You know, I was inspired by all the art and artwork around me. And I think being around that has always been has helped my sort of aesthetical appreciation develop, and you know, I can't deny that she's been an influence on the way I perceive things. وأثير وهو فنان ناجح. I remember the first time I started drawing was in Baghdad in like 1987, 88. We went, and having brought up most of my life in London, I'd never seen stars before. So I was talking about them, and then she got me a sketchbook and got me drawing what I was seeing around me in Baghdad. And then constantly, any idea that I had, she encouraged me to explore all my ideas visually. وآية صغيرة البيت وهي تنشط الفن العراقي في كل مكان. I work in contemporary art as well as my mother. This is one of her bronzes, her bronze sculptures that she's worked on. It's a noon, which is obviously an Arabic letter, and it's based on these kind of divine letters in the Quran. I think one of the most important things that she's always kind of offered us was she always kind of believed in us in a way that there was no limit to what we could achieve. And I think that that enabled us all to have dreams that were just, you know, beyond a normal person's dreams. حلمها أن تصبح جدة وتبحث عن الكمال في كل شيء، حتى في الطبق، طبق الطعام الذي تطهيه بحب فيخرج طيبا لذيذا. أما في أوقات الفراغ فتسرح على ضفاف نهر التايمز المحاذي لمنزلها اللندني، سارحة فيما هو أبعد من المكان، من اللحظة، في تاريخ أكثر من ينجح في إنعاشه هي ريشة وإزميل وكلمة وإحساس. لو لم يكن علي الموسوي الفنان والمهندس علي نصفك على الآخر، ماذا كان يتغير في ميسالون فرج الفنانة؟ كل شيء كان تغير بالتأكيد. يعني ما أعرف، الله أعلم ما كان الخط اللي أمشي به، بس علي هو سندي، هو كل شيء، هو اللي فتح عيني على الفنانين العراقيين، عرفني عليهم، عرفني على الفن العراقي، سندني في كل مراحل حياتي فنيا، و يعني عائلتي، يعني حياتيا وفر لي كل مستلزمات الراحة والاطمئنان والاحتضان وسند، يعني ساندني في كل خطوة أمشي بيها، وهو ناقدي الأول بنفس الوقت، فدائما أكو بيناتنا حوار
لتطوير ما أقوم به، وعنده عين ناقدة ثاقبة. من هذه كانت من أيام دراستي الهندسة المعمارية، فكان ينقد الشغل اللي أسوي، واستمرت أخذ من عنده نقد بالفن وما أقوم به، هو سندي، هو حياتي عليه. الأولاد عجلوا بكم وخرجوا ثلاثتهم على الدنيا ناشطين في حقول الهندسة والفنون، هل في الفن جينات تورث برأيك؟ باعتقادي أتصور إيه تورث، هل قابلية الإبداع وتشكيل الشيء من اللاشيء، وأتصور هذه صفة يعني أقولها دائما موجودة بجينات العراقي بالذات، هذا أبو مهدي الحضارة اللي التاريخ دون من وراء، اكتشف خلق الكتابة في وادي الرافدين، منك الجينات بعدها أشوف يعني بالجينات موجودة القضية الفنية. هل تمنيتي أن يختاروا دروبا أخرى؟ الحمد لله والشكر، كل واحد في درب ناجح به، وهذا خطه، ويعني عندهم شغف وولع به، بس بنفس الوقت عندهم جدية بالعمل، جدية فائقة، يعني 24 ساعة يشتغلون، فلا ما أتمنى لهم غير شيء، هم إحنا نطيناهم حرية إنه يختارون الخط اللي يردوه، كلهم اختاروا الشيء اللي يردوه وسعيدين به وموفقين إن شاء الله. أسستي وزوجك علي الموسوي جاليري آية أو آية جاليري ليكون دار للفنانين العراقيين المعاصرين، وهذا الدار أتى على اسم بنتك آية، هل انفصال العام عن الخاص في دنيانا محال أو مستحيل؟ العام عن الخاص أتصور مستحيل برأيي، إنه أنت اللي دا يطلع من إيدك الشغلة، فشلون تفصل ما أدري، بس هي كلمة آية، يعني إحنا ليش سمينا آية آية؟ كلمة آية معناتها المعجزة، خلي نقول الآية الشيء هي المعجزة. هل هي معجزة؟ آية معجزة. الله يخلي لك. كل الأولاد معجزة، كل هي الولادة معجزة، بس آية معجزة، وطبعا آية اسم جميل، فيا سمينا آية جاليري، وهو صار استمرارية لمشروع لمسات من العبقرية، لأنه ردت أستمر أقدم ما أقدر، فحولنا، والحقيقة مكتب زوجي، شوف لأي درجة هو ساندني، هو المكتب معماري مال زوجي، سوينا تغييرات وشوية بناءات، ووفرنا قاعة للعرض، وهو صار على صفحة المعرض المكتب مالته، ويعني سند كبير، لولا علي ماكو آية جاليري. في عينيك نوع من النهم حين تتحدثين عن الفن العراقي، من أين تستمدين هذا الشغف؟ الشغف هذا موجود بدمي، لأنه أنا عراقية وتربيت، فتحت عيني على العراق وإمكانيات العراقي وفن وإبداع العراقي، فواكبت يعني هاي فترة السبعينات اللي كان في أوجه الفن العراقي، يعني كانت معارض وحركة تشكيلية، يعني طبعا لأنهم آمنة أنه الفنان العراقي له خصوصية، وأني أقدر أشوف فن عراقي من بعد يعني أقدر طويلة. أميزه من عنده فرد ايدنتيتي، خصوصية قوية. فأكيد يعني مثلون فرج المحطات المقلقة القاسية في الكثير من الأحيان عديدة، أنت عانيتي في العام 2011 من مرض صعب أجبرك على تجميد كل نشاطك في الإجمال وكل مخططاتك إلى حين انتهاء العلاج، هل تعتبرين المحطة هذه رسالة سماوية؟ كل شيء اللي يصير بدربي أعتبره رسالة سماوية، يعني هذا المشروع هو رسالة سماوية بالنسبة لي،
المرض وكل شيء اللي أجابها كل شيء اللي يجي أكيد بمنفعة. هو شقد ما مؤلم وكان مرعب مرعب اللي مريت به، بس الحمد لله والشكر طلعت منه أقوى، وأني هسه مستعدة أجابه جبال بمشاريع كبيرة هيجي. فصعب صعب هذه المحنة. إيه ماذا بدلت فيكي؟ سوتني أتصور أقوى، يعني كل شيء أنا أمر بي أحاول أستفاد منه، لأن إذا ما تستفاد من تجربتك إذا ما سويت شيء. هل تغيرت الأولويات؟ هل تبدلت الخطط مثلا؟ ما أقدر أقول تبدلت الخطط، بس هي استمرارية بس على شكل أكبر. يعني إحنا هنا موجودين على الأرض لفترة مؤقتة ولازم نستغل كل ثانية بيها ما تضيع. فهالأحلام اللي موجودة أريد أعمال كبيرة قوية يعني بيها معاني كثيرة، أعمال برونزية هسه اللي دا أشتغلها. أريد أسوي يعني شغلة كبيرة بالعراق ببلدي. تقدمت باقتراح صناعة منحوتة من البرونز إلى مدينة بغداد، وستشاركين من أجل هذا بالتنسيق مع وزارة الثقافة في العراق في مشروع بغداد عاصمة ثقافية لهذا العام 2013. وأنت كما علمنا تحلمين باليوم الآتي، هل لنا أن نعرف بعض ما ترينه من أحلام؟ الأحلام هسه مثل ما قلت لك أتمنى أسوي أعمال برونزية كبيرة لمدينة بغداد، ويعني تعرف الظروف في العراق صعبة بعدها، فخطوة لي قدام عشرة لي ورا، فهم يعني شافوا المقترح وأعجبوا بي وراسلوني ورادوا أنه ننسق نعين مكانات في بغداد، واختارينا المكانات ووقفت المراسلات. فإحنا فهسه دا ننتظر، يعني أكو بس بهالاتجاه أنا ماشية، هذه أريد أحقق شيء أرجع للعراق، لأن أنا ما عندي شيء بغداد. العراق اللي أموت عليه أنا ما عندي عمل إلي هناك. أريد يعني أريد أفتخر بشيء مني بوطني. هذا العام 2013 بغداد هي العاصمة أو عاصمة الثقافة العربية، هل برأيك هذا العام سوف يعيدك إلى أحضان الوطن؟ أتمنى أنه تتاح الفرصة لهذا الشيء ولعمل عمل هائل وكبير، وإحنا ماشيين بخطوات يعني إن شاء الله تؤدي إلى ذلك. بس بنفس الوقت أنا واقعية وأشوف صعوبة، يعني أكو عرقلات، فإن شاء الله تتحقق بس يراد لها وقت. في النهاية كم نجح الفن في الإمساك بأحلامك المسروقة عبر سنين الغربة الطويلة؟ يعني الأحلام المسروقة أعزيها أنا لأطفال العراق، وسويت يعني فد مجموعة أعمال سميتها أحلام مسروقة. فمن هسه فاجأتني أحلام مسروقة رأساً ترجعني للعراق وللطفل العراقي، والأعمال اللي دا أسويها ما أعرف شلون أعبر، ما أعرف شلون أعبر. مسرون فرج، أنا سعدت بهذا اللقاء، لكن لقاء من القلب للقلب، أنت تحدثت من الداخل، وأنا تحدثت بأحاسيسك بشجونك بوجعك بألمك بقلبك، ليس فقط من خلال كلماتك وعباراتك. بدي أطلب منك تختمي هذا اللقاء، توقعي تذيلي على طريقتك كما لو كنت ترسمين لوحة أو تنفذين قطعة فنية، ماذا تقولين في النهاية؟ ويمكن ما تلاقي العبارات، بس حتى من خلال صمتك نحن نشعر معك ونتحسس كل ما تريدين قوله. المنبر لك، تفضلي.
صعب التعبير بوقت محدد عن كل ما بقلبي. ومثل ما قلت لك أني أرسم وأنحت أحاسيسي بالدرجة الأولى هناك أعبر، فبالكلمات شوية صعبة علي، بس كل اللي أقدر أقوله وأنتهز هاي الفرصة إنه أتمنى كافي سفك الدماء ببلادنا العربية، كافي، خلينا نلقي حلول جميلة. يعني هي مو باسم الديمقراطية والحرية وباسم الدين هذا السفك الدماء اللي ما إله غير المأساة، مأساة هذه دا نعيشها احنا. أتمنى بلادنا تكف عن قتل بعضنا البعض، ونتكاتف ونمشي للأمام، لأن بلادنا بها خير، بلد العراق بها خير، سوريا بها خير، كل بلادنا مليانة خير، وعندنا تاريخ ثري. كافينا عن سفك الدماء بعضنا البعض، وخلينا نمشي إيد بإيد. أني أختلف وياك، خلينا نتعلم نحترم رأي الآخر. أختلف وياك مو معناته قتل، ونمشي ونطلع من هذه الأرض مثل ما كانوا الأجداد طلعوا منها التاريخ. خلي إحنا ممكن نكون رواد بالعالم، بس كافي عاد سفك الدماء هذا، ونتمنى أنه يوقف هالشيء. شكرا. فلسطين، غزة، يعني واحد لا تعليق. شكرا. شكرا. إلى اللقاء.